إلى الآن يوجد 13 شهيدا وما يزيد عن 100 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة التصعيد والقصف العشوائي الذي أقدمت وتقدم عليه المجموعات الإرهابية المسلحة إلى الآن باتجاه الأحياء السكنية الآمنة المشارقة، تشميل المشارقة، الملعب البلدي، بستان الزهرة، الفيض، الإذاعة، الكرة الأرضية، سيف الدولة، المرديان، المارديني، جمعية الزهراء، حلب الجديدة، الفرقان، محيط ساحة سعد الله الجابري، الجميلية، وصولا أيضا إلى المنطقة الممتدة من الجميلية باتجاه منطقة المرديان. كل تلك الأحياء تم استهدافها، والعزيزية والسليمانية، كل تلك الأحياء تم استهدافها، وإلى الآن يعني يسمع دوي قذائف تسقط في أحياء متفرقة من مدينة حلب. هذا التصعيد الجنوني والهستيري من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي إضافة إلى هذه الأحياء استهدفت المشافي الميدانية التي وصلت من روسيا لكي تخدم أبناء حلب القادمين من الأحياء الواقعة شرق المدينة. وكما علمت من زميلي وليد كان هنالك استشهاد أيضا لطبيبة روسية كانت تتواجد في هذه المشافي نتيجة أيضا الاستهداف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. نعم، طيب أنس، ما الوضع الميداني اليوم في حلب؟ نعم إياد، كما وردني منذ قليل الجيش العربي السوري بدأ باقتحام حي الشعار الواقع في الجهة الوسطى من الأحياء الواقع شرق المدينة. الجيش العربي السوري الذي بطبيعة الحال تمكن من عزل هذا الحي عن باقي الأحياء التي سيطر عليها، لا سيما كرم القاطرجي وظهر التعواد، من خلال احداث جيوب وخرق مواقع المجموعات الارهابيه المسلحه، ما سهل بدايه عزل الاحياء وايقاف خط الامداد بين هذه الاحياء. ومن ثم توجه الجيش كما ذكرنا الى السيطره على اكثر من نقطه يوم امس، ومن ثم حصار منطقه الشعار وحي الشعار التي تعتبر من ابرز واهم معاقل المجموعات الارهابيه المسلحه من ثلاث اتجاهات، ابرز هذه الجهات الصاخور اضافه الى طريق الباب وكرم القاطرجي. كانت مقاتلات الجو السوريه والسلاح الصواريخ وجهت كتمهيد ناري عده ضربات لمواقع الارهابيين في هذه المنطقه. ومن ثم ورد منذ قليل الخبر الذي يؤكد بدء الجيش باقتحام بري لهذا الحي الذي يمكن القول بأن الانهيار الكبير للمجموعات الإرهابية المسلحة والاستراتيجية التي تبعها الجيش من خلال عزل هذا الحي سيكون هنالك تقدم وسيكون هنالك سقوط لهذه المنطقة، وهي مسألة وقت بالتأكيد. سقوط حي الشعار يعني بأن الجيش بدأ يسيطر على مساحة 80% من مساحة الأحياء الواقعة شرق المدينة، ويمكن القول أيضا من جهة ثانية بأن الجيش بدأ قريب على بعد 1 كيلومتر أو أقل من 2 كيلومتر إن صح التعبير وصح الوصف من المدينة القديمة، تحديدا من أولى هذه الأحياء وهي منطقة باب الحديد التي تعتبر بوابة الجيش إلى المدينة القديمة. وإذا ما تقدم الجيش عبر هذا المحور أيضا والجبهات جميعها مفتوحة أمام الجيش، فهذا يعني بأن القوات المتواجدة في قلعة حلب والأجزاء الخاضعة لسيطرة الجيش في المدينة القديمة ستلتقي بالقوات القادمة من الجهة الوسطى الشرقية لأحياء حلب. إياد، أشكرك كل